وللمزيد حول فعاليات أسبوع القدس العالمي انضم إلينا عبر سكايب من بيت لحم مدير معهد الأبحاث التطبيقية بالقدس الدكتور جاد إسحاق معنا عبر الهاتف. أهلا بك معنا دكتور جاد. مساء الخير إلى كل جميع المستمعات والمشاهدين والمشاهدات. حياكم الله دكتور جاد. يعني في سياق أسبوع القدس الذي انطلق منذ يومين تطفو أزمة توسع الاحتلال في الاستيطان على السطح من جديد، بداية كيف ترى وعود نتنياهو ببناء مستوطنات جديدة بعد رئاسته للحكومة؟ يعني لا فرق بين نتنياهو أو يوسي أو يائير لابيد أو غيرهم، الفرق الوحيد هو أنه تم تحويل ما يسمى بالإدارة المدنية من مسؤولية الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سلطة خاضعة لسموتريتش من التيار اليميني المتطرف الذي أخذ بالتصرف بشكل هوجائي في هدم البيوت والاستيلاء على الأرض وشرعنة البوا الاستيطانية بوتيرة أسرع، غير أنها لم تختلف عما كان يقوم به السابقين. العالم بدأ يتحرك الآن على 9 بؤر استيطانية يحاولون شرعنتها. أين كان هذا العالم عندما قام غانتس وزير الاحتلال الإسرائيلي السابق بشرعنة 70 بؤرة؟ وأين كان العالم الذي صدر من قبل الرباعية الدورية قرار يقول بأن على إسرائيل إزالة كافة البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار عام 2001، في حين أننا رصدنا من خلال تحليل الصور الجوية أن هناك 220 بؤرة استيطانية معظمها تحول إلى مستوطنات. هناك أيضا دعوات حثيثة للمشاركة الواسعة في فعاليات أسبوع القدس العالمية، برأيك دكتور جاد يعني ما تأثير ذلك على القضية الفلسطينية وما تواجهه حقيقة من تهميش على جميع الصعد؟ في الحقيقة أن التحرك الدولي هو الأساس الذي سيجب التعامل مع دولة الاحتلال الذي دولة خارج عن القانون، كما تم التعامل مع دولة جنوب أفريقيا العنصرية، هذه دولة أبارتايد، يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل معها كدولة تمييز وفصل عنصري وإيقاع معقوبات عليها، وليس فقط إدانات أو استنكارات أو عدم رضا أو تخوفات. لقد أصبحت إسرائيل واضح أصبحت لا تهتم ولا تكترث بما يقول العالم، وحتى اليوم صدر تصريح من سموتريتش ومن بكفير قالوا أننا لا نستمع لموقف الأمريكان وسنستمر في الاستيطان. يعني 4 مليار دولار سنويا من السلاح ودعم مطلق بالفيتو الجاهز دائما لعدم إدانة إسرائيل في مجلس الأمن، ومع ذلك هم يتنكرون لأسيادهم. هذه دولة خارجة عن القانون يحكمها ثلة من مجرمي الحرب والمتطرفين، يجب على العالم أن يضع حدا لهم، ونحن بصراحة سنصمد وسنقاوم، ولكن نحن بحاجة إلى دعم عربي إسلامي دولي لوقف هذا الاحتلال من الاستمرار في نهب الأرض ومصادرتها وبناء المستوطنات وهدم البيوت. نعم دكتور جاد، كيف ترى محاولة نتنياهو إلغاء قانون فك الارتباط وتوقيته أيضا على المستويين الداخلي والدولي أيضا؟ إذا ما قرأت الأدبيات التي كتبها نتنياهو ووالده، تعرف أنه ينادي دائما
أن الدولة الفلسطينية ستكون في غزة أو في الأردن. وبعض المقربين من نتنياهو أعلنوا أن الملك الأردني سيكون آخر ملك أردني، وبالتالي هم يسعون إلى فك الارتباط من هذا الهدف وهذه الغاية. نحن نقول أن لا يمكن فصل غزة عن الضفة والقدس، ونحن متمسكون بفلسطينيتنا. نحن نثمن دور الأردن التاريخي ودور الدول العربية الشقيقة منذ عام 1947 حتى الآن، ولكن لا نريد أن نتخلى عن حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة على حدود 67. هذه ليست منا، من نتنياهو. هو يريد أن ينشئ كيان في الضفة الغربية، كيان محاط من جميع النواحي، شرق غرب شمال جنوب، بإسرائيل، وأن يكون لهذه الكنتونات الفلسطينية أنفاق تربطها ببعضها البعض، ولكن لإسرائيل السيطرة على المعابر وعلى الجو وعلى الاتصالات، وترك غزة إلى مصيرها. هذا غير مقبول، وفك الارتباط هذه غير مقبولة على أي فلسطيني أو عربي أو مسلم أو أي إنسان محب للسلام. ما أثر قرارات حكومة نتنياهو الأخيرة، والتي بطبيعة الحال بموجبها ألغي اتفاق فك الارتباط، ما هو أثر تلك القرارات؟ أعتقد أن نتنياهو لا يعنيه شيء حاليا إلا المحافظة على وجوده في الحكم. هو يريد تغيير قوانين النظام القضائي، لأنه لتفادي السجن وتفادي المحاكمة بتهم الاختلاس والتزوير وإساءة الاستغلال، ويريد أن يسعى إلى إعادة بن إشاي ليكون وزيرا، رغم أن المحكمة العدل العليا الإسرائيلية قالت أنه لا يمكن لمثل هذا الشخص أن يكون بمنصب وزاري. فهو بالتالي وهو يخشى سمودريتش وبن غفير، وبالتالي اليوم مثلا ما جرى اليوم بشكل واضح، كان هناك اعتداء من المستوطنين، قاموا ب زراعة أشجار زيتون في مستوطنة بينما الأراضي ملك فلسطيني خاص، وأخذ قرار من المحكمة بإزالة هذه التعديات الإسرائيلية. من وقف ضد هذا القرار؟ سمودريتش وعدد من أعضاء الكنيسة المستوطنين، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى أن ينقض قرار المحكمة وأن يوقف العمل. فحتى وزير الدفاع، وزير الحرب الإسرائيلي الذي هو مسؤول عن الجيش، لم يتمكن من تنفيذ هذا القرار. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من بيت لحم، مدير معهد الأبحاث التطبيقية في القدس الدكتور جاد إسحاق، شكرا جزيلا لك.